أولا اجعل لكل عمل نية صالحة، فلا تقضي عملا ولو كان مباحا إلا باستحضار نية، لابد وأن تستحضر نية صالحة ينفعك الله عز وجل بها. ثانيا ابحث عن معالي الأمور ولا يكن همك أن تقضي عملا واحدا فقط، بل اعلو بهمتك لتقضي عددا من الأمور في هذا الوقت. يبقى لابد وأن تبحث عن معالي الأمور في أثناء طلبك. ثالثا على قدر تحمل الهم والشعور بالمسؤولية تكون الهمة العالية، لهذا قال الحسن كن رجلا ذا همة يحيي الله بك أمة. رابعا حدد أهدافك واجعلها على قدر طاعتك ووسعك، حدد أهدافك وأولوياتك واجعلها على قدر طاقتك ووسعك. هذه المسألة هامة جدا، لأنك قد تحدد بعض الأهداف إلا أنها بعيدة عن طاقتك، وبالتالي تصاب بنوع من أنواع الاكتئاب إذا أنت لم تحقق هذه الأهداف. فإذا أحسست بهذا الاكتئاب تركت كل الأعمال، وبالتالي يبوء كل ما حققت بالفشل. طب ما الحل؟ أن ترتب أولوياتك وأهدافك تبعا لطاقاتك ووسعك. أنت تعرف جيدا أنك لن تستطيع أن تحفظ في صبيحة كل يوم سوى 6 آيات أو 10 آيات، لا تقل احفظ حزب، لن تحفظ ولن تتقن. فتقوم انت جاي تسمع لنفسك اول يوم تقول مش مشكله، تاني يوم تلاقيك ملقلق، تالت يوم تلاقيك ناس تقول عليها الطلاق بيت 3 مع التحفظ، بلاش وجع قلب، يعني هم اللي مش حافظين القران هيخشوا النار. الشيطان بقى يشتغل معاك، خليك تحلف بالطلاق، والحلف بالطلاق لا يجوز، لان الحلف بغير الله ايه؟ لا يجوز. اتنين خلاك تسيب القران ودي علامه خسران، خلاك تترك عمل فاضل ودي علامة بعد، لا يبقى دي مشكلة. طب المشكلة دي مشكلة مين؟ مشكلتك انت، لان انت ما حددتش الهدف وهو الختم، وما حددتش الطريقة، وما حددتش العمل اللي يناسب طاقتك انت. واخد بالك انت ازاي؟ دي نقطة مهمة جدا. واحد تاني مثلا ينظر الى رجل عداء، هذا الرجل عداء ممكن يلف المنصورة 5 لفات في ساعتين، وانت لو مشيت كيلو تشحر. تحدد اولوياتك واهدافك تبعا لايه؟ لطاقاتك ووسعك. اربعه 5 6 اختلف الفقهاء، ها المهم في الاخر طلعنا كام؟ الحمد لله 5، هي مكتوبه عندي 1 2 3 4 5. لماذا تصاب بالملل؟ لانك لا تحرص على 4 أشياء في وقتك، على التنويع والتوازن والانجاز والتخطيط. كم مره لماذا تصاب بالملل؟ لان انت بتحرص على ايه؟ على 4 حاجات في وقتك. 1 التنويع، 2 التوازن، 3 الانجاز، 4 التخطيط. اما عن التنويع فلا بد وان يكون وقتك مجزأ في جزء ايماني، في جزء تعبدي، في جزء علم شرعي، في جزء علم دنيوي. وان كنت لا يعني لا احب هذا التقسيم، لان المفترض ان كل العلوم علوم شرعيه، حتى الصيدله والهندسه انت تدرسها بنيه ان ترفع الاسلام رايه، يبقى ده علم شرعي ولا لا؟ واخد بالك انت ازاي؟ وقت اجتماعي، وقت ترويح، هذا يسمى التنويع. وقت الإيماني انت فين من حفظ القرآن؟ فين من قيام الليل؟ فين من صلاة الضحى؟ فين من جلسة الضحى؟ فين من الأذكار؟ فين من حفظ القرآن؟ فين من تلاوة القرآن؟ فين من الدعوة إلى الله عز وجل؟ واخد بالك ده اسمه كله ايه؟ وقت ايه؟ إيمان. طب تعبدي، أين أنت من التعبد لله بالسنن؟ طلع على سيدنا رسول الله، يبقى عندنا حاجة اسمها طلب العلم بإيه؟ بمرحلية، 2 بمنهجية، 3
باستمرارية، مش تطلب تيجي درسين وتشحر بعد كده. يبقى لابد من طلب العلم بهذه الصورة. طيب أين أنت من الاي سي دي ال، الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر؟ أين أنت من تعلم الإنترنت والنبوغ فيه؟ أين أنت من تعلم مهنة وحرفة؟ أين أنت من كل هذا؟ إذا لابد أن تتعلم. أين أنت من الاجتماعيات؟ يعني فين النهاردة الشباب اللي بيحرص على مثلا إطعام الفقراء والمسألة دي؟ وإحنا عندنا إن شاء الله يوم الخميس القادم بإذن الله بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى تكييس حاجات الفقراء إن شاء الله في مسجد الرحمة. فين مسجد الرحمة ولا ما تعرفوش؟ حد ما عرفش مسجد الرحمة؟ أزعل مني، ده قدام بيتي. يا دي الخيبة يا أولاد. تدخل محمد فتحي واخد بال فضيلتك تلاقي مجمع اسمه مجمع بيلاق الإسلام. بيشربوا الشيش على السنة هنا. مالك أنت إزاي؟ تلاقي قدامه مسجد إيه؟ مسجد الرحمة. بعد العشاء بنص ساعة إن شاء الله نقوم بتكييس تقريبا ما يقارب من حاجات 200 أسر في المنطقة هناك. الشباب أين هم؟ دي من الاجتماعيات. من الاجتماعيات أين أنت من قضاء حوائج الفقراء والأيتام؟ أين أنت من رعاية وتعليم الجهلة؟ أين أنت من كل هذا؟ كل هذا من الاجتماعيات. أين أنت من دعوة رفاقك وزملائك لهذه الدروس؟ أين أنت؟ أين أنت من الترويح المباح؟ إذن لابد من هذا التنويع، لابد من إحداث توازن بين الدين والدنيا. فأنت تطلب العلم نعم، ولكن لابد وأن تكتسب بيديك حتى تظل رأسك عالية شامخة إن شاء الله. لابد من الإنجاز، لابد من الإنجاز. خذ بأسباب التقدم في الدنيا ولكن مع الإنجاز. يعني الإنجاز يا إخواني سرعة الانتهاء من هذه الأعمال. ثم رابعا لابد من التخطيط. كانوا يقولون ساعة تخطط فيها لأعمالك توفر عليك 10 ساعات من التنفيذ. الله، كم مرة؟ ساعة تخطط فيها لأعمالك توفر عليك إيه؟ 10 ساعات من إيه؟ من التنفيذ. سادسا خذ بأسباب التقدم في الدنيا. تعلم فن الاتصال، تعلم فن التعرف على أنماط الشخصية، تعلم فن القراءة السريعة، تعلم لغة أجنبية، وليكن قدوتك في ذلك زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي تعلم لغة يهود بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من نصف شهر. في أقل من إيه؟ من نصف شهر. تعلم التعامل مع الشبكة العالمية الإنترنت. المسلمين مش هينتصروا بمجرد الخطب والمحاضرات فقط، وإن كان هذا سببا رئيسا، إلا أنهم لابد وأن يأخذوا بأسباب الإيه؟ التقدم. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه الأمور صارت من أبجديات سوق العمل اليوم، وهنا تعرف قيمة الوقت. سابعا اختر صحبة تعينك على تحقيق أهدافك. اوعى تمشي مع عيال بطلين لا قيمة لهم، ما بيعملوش حاجة. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. واخد بالك انت؟ طيب لو مشيت مع ناس ملهاش اي قيمة في الحياة ولا لها اي هدف في الحياة، هيجوا يوم القيامة يهربوا منك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وقبل أن أقوم من مجلسي هذا فأنصح بنصيحة واحدة تنفعك إن شاء الله في ذبح الفراغ، ألا وهي أن تقطع يد السراق لوقتك. أن تقطع يد السراق لوقتك. لو أن زوارا مفاجئين قد أتوا وأنت قد رتبت يومك وخططت لإنجاز شيء معين في هذا اليوم، ماذا تفعل؟ تمتثل أمر القرآن وأدب القرآن. فإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم، صح ولا لا؟ طيب. اثنين، تعلم القدرة على أن تستعلي على كلمة لا. كل ما تيجي نقول لك يا عم روح العب ماتش كوره، ما بقدرش والله اصل انا تعبان،
روح احفظ قرآن، والله أصلا أنا مش عارف إيه، تعال أدرس علوم شرعية، والله أصلا ما فيش فيه أمل. في صحيح الإمام مسلم في كتاب الأشربة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فقال يا رسول الله إني آكل بشمالي، فنهاه النبي عن الأكل بالشمال فقال له لا أستطيع، فقال النبي لا استطع. مش حاجة اسمها لا أستطيع، شيلها من قاموس، صح ولا لا؟ كل حاجة بالميران والتدريب تأتي إن شاء الله تعالى. ثالثا اجتهد غاية الاجتهاد أن تقتل التسويف. سوف أنتهي من هذا غدا، سوف أنتهي من هذا في الشهر القادم، سوف من أبرز وأعظم مداخل الشيطان. رابعا احفظ نفسك من صحبة السوء، فإن المرأة يقارن بإخوانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فليحذر أحدكم من يخالل، أو فلينظر أحدكم من يخالل، وإياك ثم إياك أن تضيع وقتك فيقال لك في لحظة الإحضار انتهى الوقت. قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الواجب العملي الذي أطلبه منك اليوم أن تحدد بعد هذا الدرس أولويات وأهداف تنتهي منها قبل بدء شهر رمضان، ماشي يا إخواني؟ وليكن إن شاء الله الدورة العلمية التي سنبدأ فيها والتي ستنتهي قبل نهاية أو قبل منتصف شهر شعبان إن شاء الله هدف من أهداف إن شاء الله. الدورة العلمية ستبدأ من غد، ستبدأ من غد إن شاء الله تعالى، إن شاء الله يوم الثلاث ويوم الأربعاء ويوم الخميس هنعمل درس دعوي. يبقى من أهدافك إن أنت تدعو غير الملتزمين، غير الشباب المستقيم. نعمل الدرس بقى إن شاء الله، نتفق كده على عنوان، وليكن هذا الدرس يوم الخميس كده ترويح عام لشباب المسلمين في المنصورة إن شاء الله تبارك وتعالى. لا يحضر أحد إلا معه قلم ومعه كراس، واخد بالك، ويعرف إن اللي هيغيب فوق مرتين كل سنة وانت طيب مش داخل الامتحان إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله سيقوم على توزيع الجوائز بنفسه فضيلة الشيخ محمد حسان، ليوزع جوائز إن شاء الله بتاعة الأوائل إن شاء الله فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى. بعد صلاة العشاء إن شاء الله أجيب على هذه الأسئلة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على مرضاته، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.